نطبخ مرة ثانية. طبعا راح نقطع الجبنة وبعدين نبلش نسوي الفطور. صباح الخير يا حلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. نورين قناتي، الله يسعدكم جميعا. اليوم راح تلاحظون ان شوي صوتي متغير لانه هاي اول فيقتي من النوم. يعني اليوم قررت اسوي لكم فيديو روتين الصباحي، وان شاء الله يا رب راح يعجبكم الفيديو. اهم شيء حطوا لايك واشتركوا بالقناة للناس اللي مو مشتركة، ويسلموا كثير على 60,000. والله كلكم ما قصرتوا معي، وان شاء الله يا ربي اكافيكم. طبعا بداية اليوم انا ما عندي نشاط خالص لانه دا نسهر كثير، ودا نفيق تقريبا يعني على 10-11 حتى نقدر نخلص شغل البيت بكير وعلى اساس من هالحكي. فاول شغلة راح اسويها راح اسوي نسكافيه لانه ما بي صحصح خالص ولا بي نشاط. طبعا مثل ما انتم شايفين المطبخ لسه مثل ما تركناه البارح بالليل، وما اريد الملم تقولكم والله اشتغلنا بالليل وشي. احنا طبعا نشتغل بالليل ونخلص الشغل، بس بما انه نسوي نسكافيه نسوي نصب كولا وشغلات الا ما يزود ثاني نهار كم كاسه وكم شغله. تعرفون يا جماعه ميه المعدنيه اللي دعنا نشتريها احس ما بيها يعني فايده مثل اللي مركب فلتر بالبيت، ما اعرف يمكن تعودنا على ميته. ما راح اكثر لانه بعد شي ساعه راح نفطر زاد. بينما تغلى المي راح اكون انا جاهزه الصينيه والكاسه. والله يا طوال احنا نجلي يعني نجلي قبل النوم، بس تعرفون انتم الا ما يصير جلي الواحد قبل ما ينام الا ما يشتهي على شغله ياكلها الا ما يشرب شيء، فلذلك يرجع يصير جلي. يلا هي الحياه كلها شغل بشغل. طبعا بالنسبه للكابتشينو شوي بيجهز، حاليا جايبين جبنه. الجبنه هاي لازم نحطها بعد الفطور، نقطعها ونملحها ونحطها بصحن ونعيفها لثاني يوم. مثل ما تعرفون يعني الجبنه شلون نشتغل بيها، لانه هاي مين ملحها جاهزه مين مسنره. ويلا نرجع للكابتشينو. طبعا يعني مو على طول الواحد يشرب نسكافيه، بس بعض الاحيان وقت تكونين يعني حاسه حالك يعني مالش نفس على القومه مالش نفس على الشغل، هيك شغلات تزيد النشاط بجسم الواحد. بالنسبه لي طبعا في ناس مدمنه مثلا على القهوه الصبح، في ناس مدمنه على النسكافيه الكابتشينو، هي ما تضر بس بنفس الوقت يعني لازم ما ندمن عليها ادمان، تظل يعني مجرد شهوه.
انا ماني متعوده احرك بايدي هاي، فلذلك حاسه حالي مي ماخذه ايدي. حاليا راح نحط شوكولا وهيك شغلات لحتى الواحد يقدر ياكل شيء يعني. طبعا صحني بعد اشتغل بالمطبخ وقعد اجهز الكابتشينو، بالذات في ناس قاعد تساعدني لان البيت كبير وما شاء الله يعني الولاد كثيرين، وتعرفون انه البيت لهم بيه ولاد. حاليا راح نشرب الكابتشينو ونرجع لكم حتى نصحصح ونعبي شويه طاقه، لانه حاسه عن جد يعني في شويه ملل من الصبح اليوم. هاي كاسه النسكافيه بنت حمايه راح تشربها ورا الكاميرا. ان شاء الله الف صحه وهنا يا رب. الكاسه الثالث ليمين يا حزكم لجوزي حبيبي، ان شاء الله يا ربي صحة وانا. تفضل. بالعافية. قولي لي يعني طيب ولا مو طيب؟ حاليا راح نكنس الغرفة هاي مثل ما قلت لكم بحرد عم يشتغل، فطلعت السفنجات والمخاذة اللي شفتوهم قبل في فيديو، وراح نكنس الغرفة ونهويها ذاك شوي. الهواء الهواء برا الصبح عن جد شيء يفتح النفس. طبعا يا بابا هذول كثير كويسات للمد، تعرفين بس ما نقدر نغسل مد كل اسبوع مثل الصيف، نفس الوقت يعني منظرهم حلو وقت نحطهم على المده. هاي الغرفة راح نسكر البردة هاي ونطلع على غير غرفة. شباب راح نعيف وما افتح مشان يظل الهواء البيت. طبعا يا بوالي هذا يعني شغل اليوم، يعني كل يوم نقعد الصبح مو اسمه تعزيل، تعزيل انه الواحد يطلع المد وغير المد وهيك. حتى الغرفة هاي يعني غرفة ولد فما ندقق عليهم شو نشتغلها بعد خمس ساعات نرجع نقع نفس الوقت. خمس مرات يعني خمس طاقات زيادة. ورجعنا للمطبخ مرة ثانية، طبعا راح نقطع الجبنة وبعدين نبلش نسوي الفطور. طبعا ما عارف ليش الجو هذا حسسني اني بسوريا، وبصراحة هي هنكلس كأنكم حاسين يعني الوحدة تحس كأنها بيت أهلها، ما عارف ليش، لأنه الهواء يشبه هواء سوريا. شوفوا الجبنة شكل حلو شكلها. طبعا اول هي قديما يعني امي كانت تسوي جبنة وهي ايش ما اعرف ليش تذكرتهم الله يذكرها بالخير يا رب. من جد يا بنات اصعب شيء بالدنيا فراق الام. ان شاء الله يا رب يجمعنا كلياتنا امهاتنا وابهاتنا يعني. طبعا راح نحط لها ملح. نضل كل ما قطعنا شوي نحط ملح مشان تعرفون انتم متى تنزل المي منها. ونرجع نكمل تقطيع. راح نعلق على شكل ونجهزه ونبلش نجهز الشغلات اللي راح نحطها على الفطور. طبعا بما انه لي كم نهار يعني عرفت عيار الدله. طبعا يا بنات احنا لما ما يكون بي حدا ضيف او شيء تعال نفطر بالمطبخ، تعرفين مشان اقرب على المجلة، الشغله اللي بدنا اياها نقدر نجيبها.
ولهين يا غوالي راح نفطر. قولوا لنا صحة وهنا يا ربي. الله يسعدكم جميعا.